بوسطويا انت. هذا يشرب قهوة وما يخلص. أمال خيرك هنا؟ مرة مكرونة تزيد تعيط وتزيد ديرنا مشكلة. أنتيك. أنتيك. قريب برهنت كبير انت يا وليدي. اسمح لي على الشيء اللي درته فيه، ومن اليوم بنتي ماريان راهي لي. درك في الدار راهم فرحانين كي يشوفوني داخل بالصاشيات. ايه الشي اللي كنا نسخفوا عليه ونشوفوا معاه غير بعينينا، اليوم شريته وشريت المخير نتاع المخير. صحتك يا موسى بصحتك. واش نقول لك يا المختار يا حبيبي، واحد الفرحه رايحك متني كي عطونا الرابيل. ما يحليش باب برك، يحلي بيبان. اوه الوقت هذا اللي رانا عايشين فيه كل شيء يمشي بالدراهم، وهذا اللي خليك باللي الدراهم وسخ الدنيا. وغلط يا موسى وغلط يا وغلط، طول عرض زهو الدنيا. وزاد غنى رشيد قسنطيني الله يرحمه عليه. فلوس فلوس الدنيا فلوس، هما العيشه هما الجنه، واللي ما عندوش فلوس في الدنيا ما يتهنى. عندك واحد الصوت هو يو. قول لي حبيت سقسيك علاه ما تروحش للحانوت شباب تسجل روحك. موسى انا فهمتك تقول الحانوت شياب. هذيك هي فلوس فلوس الدنيا فلوس، هما العيشة هما الجنة، واللي ما عندوش فلوس في الدنيا ما يتهنى. هيا والله بلي عادي المختار هيلا العقوبة ليا المخير تاع المخير. ما نصونيش، نفتح الباب وندخل بلحس ونوقفلها في الصالون بالصاشيات. وخدي هدي صليحة بنتي اللي راهي تعيط. وصرا ربي يسر ربي يسر. واش وقع في داري يا ناس؟ خبروني. هاي هاي قلبي، هاي قلبي ماني قادر نعيط، ماني قادر نصوني، ماني قادر نحل الباب.
اجرب لي يا الجيران كاش رجال كاش موسى وضر واحد من العائلة. هذا وليدي أنيس صغير تاعي مازوزين تاعي الفغران تاعي سمع برك خليته بريد بالسخالة ومديتوش للطبيب خديت راي مو افرح يا مليك ها افرح يا وليدك مات وانا اللي جبت له الكونسول دو جو والجال اي اي كاش رجال كاش موسى وضر واحد من العائلة يا جيران موسى واش كاين موسى جيراني برك مليح هاي قلبي تزير عليا المصيبة راهي في الدار الكارثة راهي الداخل كارثة يا لطيف واش من كارثة هذه ما راكش تسمع في العياط توخدت في وليدي ملايكة جاي لدليتو الله الله اكبر ما قدرش نحل الباب هم نفتح ادخل روح شوف ما تخافش تسيبني شجاع روح ورجع لي بالخف روح ورجع لي بالخف ونكون صامد وشجاع مرحبا باللي جابوا ربي الوداع يا أنيس الوداع الوداع يا أنيس الوداع يا أنيس أنيس بابا عيط لي أنا أميها وليدي أنيس ها وليدك إذا أنت ما راكش الداخل بابا وش كاين مادام أنا هنا ما قدرش نكون داخل بصح أنت وش بيك وعلاش راك مامي في الأرض طحت وليدي سمعت العياط الداخل قلت أنا كاش ما ربي يعفينا واحد مات بابا واش راك تقول عيط في الدار ايه امك واختك علاش ما حبوش يحلوا لك الباب لا تصعف راك غير بالعقل غير بالعقل هاك الفاتح افتح يما صالحه هز البابا راه مريض هز الحوايج هذو اللي طاحوا في الارض جاري بارك الله فيك يعطيك الصحة ربي يحفظك خسارة عليك بلا مزية يا سيدي جيران ولا بطلنا فيما يخص حق الكورسة بعقلك ما تشغلش بالك خلاص حشية غدوة صار كي جبتني معاك كورسة أني بعد شوية بعت لك الطفل البطل يبطل تجبت فيها الرابل وانا يلزمنا نربح خبزة ولادي ها هذه سموها العدالة الاجتماعية يما وصالحة راهم في حالة اليوم حق اللخات على المسلسل تاعهم واللي يلعب فيه مات مال البكا والعياط هذا كل عليها وانا جاتني تخبيمة اخرى حط الحوايج مش بيكم اخلتوا بابا بعياتكم حسبتوا كش واحد مات مات بيد الغدر بيد الحسادين الغيورين الشباب العاقل فيهم واللي يخرج فيهم كثر ويدي البكي هو اللي بكي المهم فيكم خاطب كان ناوي يدير العرس هاد الايام ويتزوج بزميرال غبني على زميرال كيفاش ندير كي تسمع
بالغبر كيفاش غبري راحت الصوره مزيح حتى خلاص المسلسل وش هذا الجينيريك تاع الحلقه نتاعنا خلاصت